tangente, répond à Moustaqim. Donc c'est de f admet une tangente au point d'abscisse moins 1 d'équation là. Voilà déjà, il y a déjà ce n'est. Là on parle de x moins 1. C'est-à-dire y égale à 8. Là x moins 1 égale à 2x. زائد 1 على تعوض f prime de moins 1 وتعوض f de moins 1 on dit y تساوي. Soit je vois là f admet une approximation affine. Soit je vois par la manière. Ok. Il y a de f avec le point d'abscisse moins 1. شنو عنده؟ لا كور، كنهضر على لا كور، لا كور عنده واحد لا طونجون، فهمتي؟ دابا نورمالمون يجينا الفيديو طويل شي شويه، دابا خاصك تفهم شنو معنيت لابروكسيماسيون، شنو معنيت هاد لانتربريتاسيون غرافيك سي دو اف ادمي اون طونجون، اوكي؟ إذا نعرفوا على هادي باش نتحسبوا باش نقول لكم شنو معنيت هاد لابروكسيماسيون باش ما تبقاش فاهمها غير هكذا. فهمتي خاصك تفهم شنو معنيت لابروكسيماسيون اكي وشنو معنيت ليكواسيون دو لا طونجونت دو لا كور او بوان دابسيس موان زان اذا نعرفو عليهم ناقص على جوج زائد واحد على جوج اذا ما معنى اف فيت في قبل ما نخلص دقائق نسالي ما معنى اف ادمي اون ابروكسيماسيون افين او بوان يعني مثلا اف دو اكس لا فونكسيون اف اف دو اكس راها تقريب لا فونكسيون اف دو اكس راه هي تقريبا هي هذاك التقريب اللي درنا هنا هو التقريب ديال هو ناقص 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 ولكن هذا التقريب اين فوازيناج او فوازيناج دو بوان دابسيس ا اللي هو موانز 1 اذا هذا التقريب بيجي وار موانز 1 دابا اف دو اكس اللي هي جوج على 3 بلس اكس كومبليكي شي شويه جوج مقسومه على 3 بلس اكس داله كومبليكي واخا مازال نشوفو دا هو كومبليكي اكثر هادي داله كومبليكي بالنسبه لينا مقارنه مع داله افين مع مقارنه مع هذا التقريب التالفي التقريب التالفي اسهل حيت داله تالفيه في تفي بالزربه ولكن داله ماشي تالفيه كتكون داله تالفيه داله بسيطه يعني اي داله مقارنه معها راه صعيبه عليها اوكي دابا داله هاد الدالة ديالنا اللي كانت عندنا التقريب ديالها التقريب التالفي تقريب علاش سماه تقريب تالفي حيت هو عبارة عن دالة تالفية التقريب التالفي لابروكسيماسيون افي ديالو او فوازيناج دو بوان دابسيس موان زان راه هي هادي يعني الا مشيتي خديتي شي عدد قريب من موان زان مثلا ناخدو موان زان فيرغول ان قريب شوية موان زان فيرغول ان قريب هذا العدد قريب اعطيني شي عدد قريب من موان زان شي عدد قريب من موان زان الا مشينا ناخذ موان زان بالضبط ناخذ موان زان نمشيو نحسبوا الصوره ديالو بالداله اف يلا اف دو موان زان شحال كتساوي اف دو موان زان هي 2 سو 3 بلس موان زان اللي كتساوي 2 3 بلس موان زان سي 2 2 سور 2 سي فوالا 2 سور 2 سي 2 سور 2 سي 1 شوف اف موان زان يا درت الحساب وعوضت لتحت عوضت في الداله اللي هي شويه كومبليكي اللهم شنو نمشي ندير نمشي نعوض في التقريب ديالها حيت هي دالتان متقاربتان داله قريبين لبعضياتهم متساويين تقريبا نمشي نعوض انا غير بغيت نحسب اف دو موانز نمشي نعوضها غير في هذا التقريب ديالها راه غادي تعطيني نفس الريزولطا ولكن ماشي ضروري نفس الريزولطا يقد يكونوا هما متقاربين المهم يعطيك شي حاجه قريبه للريزولطا اذا مثلا نمشي نعوض موانز هنا شحال تعطيني ناقص 1 على 2 فوا موانز بلس 1 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 هي 1 على 2 بلس 1 ديم 1 على 2 زائد 1 على 2 هي 1 واش نفس الريزولطا نفس الريزولطا اوكي ممكن الا خديتي شي عدد قريب عاوتاني موان زان ماشي ضروري تاخذ موان زان بالضبط تاخذ موان زان فيرغول 1 ولا تاخذ ناقص 0.9 يعني ناقص 1 ها هي ناقص 1 هاد ناقص 1 هاي خذ شي عدد لا خديتي شي عدد قريب سواء ادوش سواء ادوات وبغيتي تمشي تحسب الصوره ديالو ممكن تمشي تعوض به في الداله اف الصوره ديالو بالداله اف بغيتي تحسب الصوره ديالو بالداله اف ممكن تمشي تعوض به في الداله اف وممكن تمشي تعوض به غير هنا بحال غادي تعطيك نفس الريزولت ما احسن تمشي تعوض به هنا ولا تمشي تعوض به في الداله التالفيه تمشي تعوض به في الداله التالفيه حيت الكالكول كيكون اسهل اوكي الكالكول كيكون اسهل صافي
فهمتوا شنو معنى الابروكسيماسيون افين راه تريز امبورطون بعض المرات كنعطيك اف دو اكس هي راسين ديال اكس اس 2 ناقص 3 اكس بلس 2 سور 2 فوا اكس بلس 1 بلس نعطيك واحد لا فونكسيون كومبليكي كبيرة شنو كتمشي كدير كتمشي كتلقى لابروكسيماسيون افين ديالها تقريب التالف ديالها فواحد لو فوازيناج مثلا او بوان دابسيس او بوان دابسيس 3 يعني ممكن انت دابا الى لقيتي التقريب التالفي ديال هاد الداله اف او بوان دابسيس 3 لقيتي عباره عن تقريب تالفي داله تالفيه بغيتي تمشي تحسب صوره 3 بالداله اف بلا ما تجي تعوض فيها هي اللي هي كبيره سير عوضي في هذاك التقريب التالف بغيتي تمشي تحسب الصوره ديال 3.1 بلا ما تمشي تعوض فيها هي سير عوض غير في هذاك التقريب التالف ديالك شي عدد قبل شي الصوره ديال 2.9 عوض غير في التقريب التالف بلا ما تمشي تعوض في هذيك الداله تاع الكالكول اللي هو كومبليكي ولكن خاصك تبقى ديما او فوازيناج دو 3 بغيتي تحسب صوره 5 واش تمشي تعوض في التقريب التالفي هذاك التقريب التالفي راه او فوازيناج دو 3 يعني خاصك تبقى قريب ل 3 قريب ل 3 الا بعدتي على 3 صافي ما كيبقاش صالح ليها حيت هذاك التقريب غير لوكال تقريب لوكال تقريب او فوازيناج بي جي وار تقريب بي جي وار 3 الا بغيتي تقول لي الا بغيتي تحسب صوره 5 نمشي نعوض في التقريب التالفي خاصك تمشي تقلب على التقريب التالفي الاخر ديال الداله اف او فوازيناج دو 5 بعدا تقلب على التقريب ديال الداله اف او فوازيناج دو 5 عاد بغيتي عاوتاني بغيتي 5.1 بلا ما تمشي تعوض في الداله سير عوض في التقريب ديالها او فوازيناج دو 5 فهمتي شنو هاد التقريب داله قريبه ابروكسيماسيون اوكي اذا هذه بالنسبه للتقريب ابروكسيماسيون افين دابا لا كورب لا كورب اذا لا كورب هانت مثلا عندي لا كورب اكس واي لا كورب ديال الداله اف ديال بحال هكا كمثال بعدا قبل منها قبل ما كنرسم لا كورب مثلا انت لقيتي التقريب التالفي في موان 1 تقريب التالف شنو لقيناه لقيناه كيساوي واي كتساوي ناقص 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 هذا تقريب او فوازيناج دو كوا او فوازيناج دو موان 1 او بوان لابسيس موان 1 فين هي لابسيس موان 1 ها هو موان 1 او بوان لابسيس موان 1 دابا ممكن ترسم هاد لا دروات ترسمو هذا سي اون دون طونجونت اذا شنو غادي يكون باش نرسم هاد لا دروات خاصني دو كوا نعطيو ايغري نعطيو اكس كتساوي موان زانيت خاصني جوج نقط باش نرسم مستقيم خاصني جوج نقط كنقترح اكس وكنلقى ايغري كنقترح اكس وكنلقى ايغري خاصني جوج نقط اذا نعطي اكس كتساوي موان زان نبقى دائما في هذاك الفوازيناج موان زان حنا خدامي بيجي وار موان زان اذا نعطي اكس كتساوي موان زان شحال تساوي ايغري ايغري كتساوي ناقص واحد على جوج موان زان بلس واحد على جوج حسبناها قبيله اللي كتساوي واحد اذا هي اول نقطه النقطه الاولى نسميوها ا اللي عندها ناقص واحد و إيكغيك ديالها هي واحد نعطيو نقطة أخرى نقترح إكس كتساوي نعطي إكس كتساوي زيرو شحال هي إيكغيك هي ناقص واحد على جوج في زيرو ناقص واحد على جوج في زيرو زائد واحد على جوج ناقص واحد على جوج في زيرو هي زيرو زائد واحد على جوج إذا هي واحد على جوج إذا شنو هي النقطة الثانية بي اللي عندها مفصول صفر وعندها واحد على جوج ما هماش نقط يلا حط نقط ديالي ا آه ناقص واحد واحد اذا ا آه ناقص واحد واحد ديالي صفر اللي عندها واحد على جوج ديالي هالنقطتين ندوز المستقيم المناس لا طونجونت المناس فين ديال سي دو اف او بوان دابسيس موان زان شكون هو لو بوان دابسيس موان زان شكون هو الاوفسور شنو هو لو بوان اللي عنده الاوفسور كيساوي ناقص واحد هو هذا هو لو بوان هذا هو لو بوان دابسيس موان زان او الاوفسور ديالو كيساوي شحال موان زان هاد النقطه هادي راه غادي يدوز منها لا كور حيت انت لما تحسبتي صوره موان زان جوج مقسم على 3 بلس موان زان هي جوج على جوج اللي كتساوي واحد اذا صوره ناقص واحد هي واحد اذا واش هاد النقطه واش كتحقق الداله واش كتحقق الداله يعني لما مشيتي عوضتي في الداله اكس موان زان واش غتعطيك الصوره هي واحد نعم اذا واش لا كورب ديال الداله واش غادي واش غادي يدوز من هذه النقطه وي غادي يدوز من هذا يدوز منها دابا هاد لابروكسيماسيون افين ولا لا طونجونت او بوان لا طونجونت ا لا كورب سي دو اف
au point d'abscisse moins 1. Il est déjà C2F radi 12 minutes. Vous voyez qu'il y a radi 12 hein? Vous radi 12 hein? Vous radi 12 hein? Qui fâche radi 12? Qui fâche radi 12? C'est le problème. Radi 12 minutes, vous voyez qui fâche? Je connais radi, il y a des qui fâche. Où est la tangente? La tangente, on a un peu. Si on a la tangente, il faut deux points. Le point de l'année, le point de l'année, on a deux points. Et là, on a des filles de Hadak, on a deux semaines, on a un bête. On a un bête. On a un tout bête. On a un tout joie. Ou à la king, le voisinage moins 1, fait de la salle, fait de point, le point d'abscisse. C'est tchèche, le point d'abscisse moins 1. Je suis là, le point d'abscisse moins 1. Et donc, le point d'abscisse moins 1, un bercagé. Je veux la tangente qui baille. Ah, la tangente. Ouais. Depuis C de F. Ah, voilà la tangente. Depuis C de F, on a dit 12 minutes le point. Qui va se dire 12? Et 12, bien sûr, c'est la personne. La tangente, les. Mémesse, les. Vous savez? Mémesse. Et d'un soir, on a dit qu'on a C de F et 12 minutes, non pas. Et 12, bhala. Soit 12, bhala. Mathéalan. Soit 12, bhala. L'Ahsab. على حسب الدراسه ديال الدلاء سواء يدوز بحال هكا سواء غادي يكون فوق المماس سواء يكون تحت المماس اذا هو لو بوان ديالي شاد لو بوان دابسيس موانز ان كندير سهم لهذا الجهه سهم صغير من هنا وسهم صغير من هنا ولكن عندهم نفس الحامل نفس الحامل نفس المستقيم هزهم تكونسونطرو مع نفس المستقيم يعني نفس المستقيم انا نذكركم في فيديو بروشان نهضركم على نفس الحامل نفس المستقيم هزو اوكي اذا عنده فهاد لو بوين كامل سي لو بوين كامل وكان بان الداله اف قادره للانشقاق في لو بوين كامل اذا عندها مستقيم عندها مماس في هذاك لو بوين هذاك لو بوين دابسيس هذاك المستقيم تنطولوا من ها هي موانز هذه موانز هذه النقطه دابسيس موانز كنطولوا من الجهه اليمين ديالها وكنطولوا من الجهه اليسار ديالها كنطولوا من كلا الجهتين من اليمين ومن اليسار علاش كنطولوا من كلا الجهتين حيت اف ديريفاب في لو بوين كامل وكاين بان ديريفاب او بوين دابسيس موانز ان صافي تفقين فوالا دابا نتوما وليتوا عارفين اش معنيت لابروكسيماسيون افين اوكي اش معنيت هاد لا دروات طونجونت à la courbe au point d'abscisse moins 1. Maintenant, c'est l'exemple. Il a fait OK. Il a l'interprétation claire de mémoriser. On a plus les mêmes. Il a fait le même tir. Ça fait le même tir. Il a fait la trace. Il a fait la trace, Inch'Allah. L'étude complète de la fonction. Il a fait l'équation de la tangente, de l'approximation affine. Okay. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va voir des exemples, on va voir trois exemples, pour que nous ayons des informations. Salam alaikum.